كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الدولة في حماية المواطنين من زيادة أسعار الخدمات، لافتا إلى أن الدولة ضخت مبالغ كبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء والغاز. في مشكلة طاقة موجودة في أوروبا بشكل أو بآخر، لازم تعرفوا أن ده هينتج عنه أن أسعار المنتجات الأوروبية أكيد هتزيد. ليه؟ عشان يعوض التكلفة، يعني هو مش هيدفع في الطاقة سعر أكتر مما كان بيدفعه، وده ما ينعكسش على السلع اللي بيطلعها، مش كده؟ مظبوط يا فندم. أنا بس حاجة برضو تاني عند بند 4 وأقول إيه هنا، وأنا يمكن قلت دي بشكل أو بآخر أثناء لقائنا في المنصورة، قلت لما حد كان بيكلمني على السماد قلت له إن إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد وللكهرباء يعني هيبقى فوق طاقة الناس. صحيح. فأنا بس عايز أقول لك رغم إن الإجراءات الدكتورة بتقولها يعني كده، لكن أنا بتوقف عند بند 4 فقط الدكتورة هالة، وبقول للمصريين، كل المصريين، لو أنا ما جتش على بند 4 ده فقط وما تعاملتش معاه والدولة حطت أرقام أو هتتحمل أرقام ضخمة جدا جدا في قطاع الطاقة، كهرباء أنا بتكلم، والغاز يمكن لزودنا بنسبة كبيرة الثمن الغاز الحقيقي اللي زاد أكتر من 170% ثمنه. مصبوع. عن الأسعار السابقة يا دكتورة. مظبوط. يعني النهاردة لو وزارة الكهرباء بتاخد الغاز بالثمن ده يا دكتور مصطفى، ولا مصانع الأسمدة في مصر بتاخد الغاز بالسعر ده.